إن مدينة اسطنبول هي ملكة مدن العالم بقببها الشامخة ومنازلها الصيفية الرائعة. ليدي دورينا نيافي البريطانية، إن من يملك اسطنبول يحكم العالم بأكمله. ولو كان العالم دولة واحدة لكانت اسطنبول عاصمتها. نابليون بونابارت. إن اسطنبول التي هي زينة الوطن التركي وثروة التاريخ التركي وبؤبؤ عين الشعب التركي، وهي موجودة في نقطة تقاطع العالمين الكبيرين، وهي المدينة التي وجدت لنفسها مكاناً في قلوب جميع المواطنين. مصطفى كمال أتاتورك. حياة جديدة تبدأ في أجمل مدينة في العالم وفي قلب المدينة تماماً. يتم تأسيس مشروع بيالي باشا اسطنبول في بي أوغلو، وهو أكبر مشروع للتحول الحضاري في تركيا الذي يتم تأسيسه من قبل القطاع الخاص. الحياة في بيالي باشا تعني بشكتاش الذي هو حي الحياة الحيوية والشابة في مضيق اسطنبول، نيشان تاتشي الذي هو من أحياء مواقف التسوق الأجمل والأفخم في العالم، شارع استقلال الذي هو نبض الثقافات المتعددة منذ قرون، برج غلطة الذي يحيي شعب اسطنبول منذ ما يقرب 1500 عام، شبه الجزيرة التاريخية التي هي نقطة اجتماع الماضي مع الحاضر، بيير لوتي الذي يمكنكم مشاهدة الخليج بشكل بانورامي منه في متناول يدكم. بيالي باشا اسطنبول هي على مسافة بضع دقائق إلى روابط طريق TEM وطريق E5 والطريق المحيطي، وإلى كاباتاش ونيشان تاشي وبشكتاش وخليج وقاراكوي من خلال الأنفاق الموجودة إلى جانبكم مباشرة. يكون وصولكم إلى القصر العدلي في اسطنبول وإلى المستشفى الكبير ومراكز التجارة والحياة والترفيه وإلى عملكم ومدرستكم وتسوقكم وباختصار إلى الحياة في اسطنبول من خلال موقف مترو باص أوك ميداني وعبر موقف مترو للقصر العدلي ممكناً بأسرع وأسهل شكل. إذا كنتم تسكنون في بيالي باشا اسطنبول فهذا يعني أنكم قريبون من أحدث الأحياء والأكثر حيوية في اسطنبول وصولاً إلى الزوايا التاريخية والتقليدية. إن بيالي باشا اسطنبول التي تمتد خبراتها وماضيها لأكثر من 60 سنة تمنح هذا الحي التاريخي في اسطنبول سمعته الذي يستحقه بتراثه التاريخي التي أورثتها بيالي باشا التي تم تأسيسها من قبل قبطان البحر بيالي محمد باشا بأمر السلطان سليمان القانوني قبل 500 عام تقريباً. ترتفع في قلب اسطنبول بي أوغلو مع مساكنها وبلوك شقق الريزيدنس فيها والفندق والمكاتب وشارع التسوق. بدأت الحياة في بيالي باشا اسطنبول. احصلوا على مكانكم الآن.